أهني الشعب العراقي وأهني الشيوعيين العراقيين بمناسبة تأسيس حزبنا الحزب المناضل حزب الشيوعي العراقي وحزب الشيوعي الكردستاني 31 آذار، وأهني الطبقة العاملة وأهني الفلاحين والعمال والمثقفين وكل شعب العراقي، لأن حزب الشيوعي العراقي من بداية تأسيسه هو ينادي من أجل الحرية، من أجل إنسانية، من أجل خدمة البشر. وأتمنى أن نحقق هدفنا هو وطن حر وشعب سعيد.